أصبح عليكم مشاهدينا في صباح جديد نقضيه وياكم في صيف البحرين. طبعا عندنا فقرات متنوعة اليوم وخفيفة وفيها أكل اليوم. اليوم عندنا أكل وحركات حلوة. حركات شبيل. حلوة. وش أصبح عليك؟ صباح النور أحلي. شلون صباحك اليوم؟ صباحنا حلو. حلو اليوم. الأربعاء باكر الخميس. إحنا ننتظر الخميس. صبرنا. طبعا إيمان اليوم بالصور يعني مكتة تفتتح أول عرض سينما. تكلمنا عنها من قبل. وتكنسلت أو تأجلت، الحين افتتحت سينما السيارات. تكلمنا عنها. تكلمنا إحنا من قبل في حلقات يمكن سابقة. أنا أحس إن سينما السيارات يعني مشروع حلو يكون موجود. بس ما أدري الناس شلون يعني مستمتعة في موضوع إن هي تشوف الفيلم من السيارات، شلون الصوت، شلون الصورة، هاي الأشياء يعني أنا ما جربتها، ما رحت. فإذا رحت أكيد بقول لك رأيي بالموضوع. لازم أتوقع نسوي تقرير عنه ونشوف. أنت إيش رأيك عن هالموضوع؟ فكرة حلوة كتغيير، ولكن لازم أحط بعين الاعتبار موضوع إني أنا في السيارة بكون. صح. السيارة بتكون شغالة، الحرارة عالية هالفترة هاليومين، وممكن أسويها مرة. بس ما تجربها يعني، بس ما عن التجربة عن غير الفاضر. غير إنه يعني يمكن الناس تبي تجرب شيء جديد. بس هذه فكرة حلوة يعني الحين، لأن بسبب يعني هاي الأوضاع وايد أماكن صار فيها كرياتيف إنها تفتح مشاريع أو تفتح يعني أماكن ترفيهية حق الناس إنها تستمتع بهالأجواء. ولا تنسى إن الفيو هناك حلو. صح. يعني ومساحته كبيرة، فالناس تبي تغير، نوع من التغيير في النهاية. يعني تجربة حلوة، إن شاء الله نروح المكان ونشوف. صح. نجرب. يعني نجرب هاي التجربة بنفسنا. طبعا مشاهدينا، في إطار جهود وزارة الإسكان في تطوير الشأن الإسكاني في مختلف النواحي من حيث تطوير المدن والتركيز على مبادئ الاستدامة وتسريع وتيرة هذا الملف، أعلنت وزارة الإسكان في الشأن القانوني عن إضافة مادة جديدة بعد اعتمادها من هيئة التشريع والرأي القانوني، تنص على أن يجب على مقدم طلب الموافقة على حق التصرف في الوحدة السكنية إرفاق واستكمال عدد من المستندات والمتطلبات والشروط اللازمة. نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. في إطار الحرص على ترابط الأسرة واستقرارها من خلال توفير خدمة السكن الملائم وبما يكفل حماية حقوق أفرادها كافة، تفيد وزارة الإسكان بإضافة مادة جديدة تنص على أنه يجب على مقدم طلب الموافقة على حق التصرف في الوحدة السكنية إرفاق واستكمال المستندات والمتطلبات والشروط الآتية: الحصول على موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الزوج أو الزوجة أو الزوجات بحسب الأحوال، وفي حالة وفاة الزوج أو الزوجة أخذ موافقة الأبناء حال استدعت الحاجة لذلك. الحصول على موافقة كتابية صادرة من الوالدين أو أحدهما بحسب الأحوال في حال تعهده بالالتزام بإسكانهم مدى الحياة أو ثبوت عناوينهم كإقامة دائمة على الوحدة السكنية المراد التصرف بها. وجود موافقة كتابية صادرة من الابن الأعزب العاطل عن العمل، وذلك إذا كان عنوانه ثابتاً على ذات الوحدة السكنية ومقيم فيها إقامة دائمة شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر صالح للسكن. وجود موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين في حالة وجود قاصر للمنتفعين من الفئة الرابعة. توافر موافقة كتابية صادرة من الورثة حسب الفريضة الشرعية في حال وفاة المنتفع بالوحدة السكنية بعد صدور وثيقة التملك. توافر موافقة كتابية صادرة من مالك الأسهم المشاعة في الوحدة السكنية ضمان حق السكنى مدى الحياة لصاحب الوحدة السكنية وزوجته في حال هبته للعقار ما لم يثبت وجود عقار آخر يدخل في ملكيته وأبدى رغبته بالتنازل عن حقه في السكن. ما يفيد وجود سكن دائم لذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو الذهنية والأبناء القصر أو إثبات إمكانية توفيره. ما يفيد عدم وجود أي منازعة قضائية بشأن حق المطلقة على ذات الوحدة السكنية تتعلق بمساهمتها في سداد قيمة الوحدة السكنية أو تكفلها بترميمها أو تأثيثها
لحين الفصل في موضوع الدعوة بموجب حكم نهائي بات، ما يفيد عدم وجود حكم على صاحب الطلب بشأن حق السكنى لمطلقته وأبنائه، أو إشارة قيد أو حجز تحفظي، أو وجود مانع قانوني بالتصرف على ذات الوحدة السكنية. أن يكون المشتري أو المتصرف له أو من سينقل إليه الحق في ملكية الوحدة السكنية ممن يسمح لهم بالتملك في المنطقة الإسكانية الموجود فيها العقار، وذلك حسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. أي مستندات أو معلومات أو تعهدات إضافية تطلبها الوزارة هي لضمان المحافظة على حق ومصلحة ونسيج الأسرة والاستفادة بالوحدة الإسكانية. مثل ما شفنا هذا التقرير، لكن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان. صباح الخير أستاذة. صباح النور أخ حمد. صباح الخير أختي إيمان. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة نوال. يعني لو في البداية، مثل ما نعرف أن قرارات مهمة بلا شك، يعني اللي هي حق التصرف، لو تعطينا الهدف الأبرز من هذه المادة وكيف شو ممكن هذه المادة تخدم يمكن الشخص في المقام الأول. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة وأشكر تسليطكم الضوء حقيقة على هذا الموضوع المهم. هاي الموضوع يلامس شريحة كبيرة من المواطنين، وهي فرصة احنا نوضح ما استجد من إجراءات وضمانات في شأن استصدار موافقة الوزارة على التصرف في الخدمات الإسكانية. بصراحة الهدف الأبرز من هذا التعديل هو حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية قبل لا نصدر الإذن الكتابي المتضمن الموافقة على منح المنتفع التصرف بالوحدة السكنية أو أي تصرف ناقل للملكية. إلى جانب أن فيه هدف ثاني بتتضح آثاره على المدى البعيد إن شاء الله، وذلك إن احنا ضمننا شرط أن يكون المتصرف إليه العقار إن كان مشتري أو غيره ممن سينقل إليه الحق في الملكية من لهم حق التملك في المنطقة الإسكانية. يعني على المدى البعيد هذه المشاريع الإسكانية راح يتم تداولها فقط بين الأسر البحرينية. حلو. طبعا أكيد كان لهذه القرار أصداء إيجابية من عدة جهات، شنو أبرز الردود والإشادات اللي تلقيتوها؟ طبعا كانت ردود الأفعال جدا جميلة وقوية من عدة جهات، أبرزها من أعضاء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة وعدة جهات أخرى. نعم، جميعهم أشادوا بدور الوزارة طبعا في هاي الضمانات لأنها حفظت حق الأسرة أكثر وخصوصا حق الزوجة والأبناء. حلو. يعني أستاذة نوال، أنت اليوم شرحتي لنا ووضحتي لنا أكثر عن هذه النقطة. المحامية نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان، كل الشكر لك وعلى هذه المداخلة اللي فعلا وضحت الكثير للمشاهدين في هالجانب. شكرا لك حمد. اليوم عندنا فقرة حلوة اللي هي فقرة الطبخ. قلت لك من البداية يعون أنا اليوم. يلا نروح حق الشيف زهراء شم، حضرت لنا اليوم شي دايت يعني سلطة وشي حركات. خلينا نروح نتعرف على، يلا نروح نشوف. يلا صباح الخير. صباح النور يا هلا. صباح الخير زهراء، اخبارك؟ الله يسلمكم. اليوم ايش بنسوي؟ اليوم عندنا طبق خفيف لطيف سريع اللي هو سلطه الكينوا. اي مكوناته جدا بسيطه، عندنا الخس. اي حنتي حطيتي الخس المقطع صح؟ اي تقطعونه باي طريقه تبغونها، ونوع من انواع الجرجير. الله، سلطة من الصبح. من الصبح سلطة. إيه أنا باكل حمد. متى بنطلع الفاصل؟ خيار مو ضروري. حق اللي يحب. اللي يحب. يعني في أشياء ممكن نستغني عنها في هذه السلطة. مع السوس. طبعًا هي الكينوا والتمر. فرئيسي الكينوا طب مكون رئيسي. يعني أستاذة لو ما كان عندنا مثلا تمر كينوا نقدر نستبدله بشيء ثاني، ولا الكينوا والتمر شيء اساسي؟ اذا ما حطيت الكينوا والتمر بصير سلطة عادية، سلطة ثانية. انزين، ونحط هذا الرمان بعد ممكن. انا احب الرمان في السلطة. يعني بعد طعم حلو وكرانشي يصير. اي بالضبط، فمعظم السلطات عندي فيها رمان. اي بعدين نحاول نخلطهم زين. مال الصوص شلون اخر شيء؟ الصوص انا افضل انه يكون منفصل بروحه.
بعد ما نخلط اي بعد ما نخلط كل المكونات. هل في اشي ممكن نضيفها يعني يطلع الطعم معاها حلو، ولا هاي المكونات يمكن مع بعضها؟ شوفي الجرجير في طعم لاذع اي، فلما تحطينه مع التمر الحلو يعطيش خلطة. ايوه طعم ثاني شوية. نقدر هني في النهاية بعد ما ندمج المكونات كلها ننزل جبنة الفتة، ممكن نستغنى عنها للي ما يحبون الجبنة المالحة. يعني سالي ذكرتي شغلة بخصوص يمكن السوس، قلتي انتي ما تفضلين يكون بالسلطة، يكون على جنب. بالضبط. بس في ناس يحبون يخلطون السوس مع السلطة. في سلطات ما تقدرين انش ما تخلطينها، لازم بشكل مسبق عشان تاخذ وفي سلطات لا، يعني يفضل تستبعدينه عشان لو مثلا بقت كميه تظل فريش. إيه؟ لان الصوص والاملاح اللي فيه ممكن انه ياثر على الفريش الخس وهالامور. لذلك يفضل انه لا والله انه يترك على جنب. ممكن تحبين صوص زياده والشخص الثاني يمكن ما يحب، فعلى حسب الرغبه يعني. بالضبط، وهذا شيء يعاني فيه هني في البيت، يعني انا احب الصوص واجد زوجي ما يحب. لذلك نخليه على جنب افضل. الكميات اللي تحبها على صحنك تقدر تضيفها. الله، كذي تكون السلطه جاهزه. والله جاهزة. سريع، الكل يقدر يسويها. بالضبط، يعني الناس دائما يقولون سلطه تاخذ وقت، انا اقول كلش بس التجهيز قبلها تغسيل. هو التغسيل اللي يعني خصوصا الخضروات مثل الخس لازم تكونين حريصه في تغسيله واحده واحده، صح، تتاكدين انه نظيف. اما الخلط ما يبي له شيء. اكيد هو التجهيز قبلها يعني كل مره. اي يعني الكينوا هاي ينطبخ، اي فشوحته في زيت زيتون اول، وبعدها حطيت عليه ماي مغلي وخليته 10 دقائق يطبخ عشان يطلع بهذا الشكل، لانه هو عباره عن حبوب يعني. وياخذ له وقت على ما تجهزين الكينوا ولا؟ قلت لك تقريبا ياخذ له 10 دقائق. 10 دقائق يعني 10 دقائق على بال ما اغسل الخضار يكون الكينوا جاهز. شنو اغرب ميكس سويتي؟ يعني والله كل مره اطلع فنتك. كل مره اطلع فنتك اي شيء موجود عندي. يعني مانجو، افوكادو، اي شيء موجود عندي في الثلاجه ممكن احس انه قريب يخرب او تسوينه في السلطه. اي بس اهم شيء انك انت لما تسوي الصوص تفكر شلون انه هو هل ممكن يكون يضبط وياه. هاي إيه؟ كنت بسألك الحين هاي الصوص شنو مكوناته او خلطتك السريه؟ مو سر. اوكي. يعني الكل يقدر يتعلم. الكل اي بالضبط. زي زيتون وليمون وخردل وبلسمك. انا واجد احب البلسمك. حلو. في ناس ما تحب في ناس ما تحب البلسمك لان طعمه لاذع وقوي، ناس ما تحبه، انا احب البلسمك. ومعاه عسل. عسل مو دبس الرمان، عسل. يعني من غير العسل توتالي طعمه مختلف. يعني جربتي تسوي نفس السلطة بس بصوص ثاني؟ صراحة هذه لا ما لا. جربتها مع صوص ثاني. بس ما جربتها إلا مع هذا البلسمك. في سلطات ثانية ممكن على قولش أكثر من صوص ممكن يمشي وياها. الحلو في السلطة إنه تقدر تسوي وايد أشياء. اي لان هاي شيء عليه احنا يعني في الدايت نفسه دي، بس نقط عليه بعد صدور دياي مشوي مثلا وناكله كذي يعني. بس شوف هاي في تمر، ممكن احنا نضيف الافوكادو بعد، فوجبه متكامله. يعني لما تحط افوكادو تعرف الافوكادو ايش قد فيه مواد صح يعني غنيه فيتامينز اكيد. ودي اسالك اكيد زهراء، يعني لو بنرجع نتكلم يمكن عن السوس والخلطات اللي تنحط على السلطه، في وايد خلطات يمكن الناس ما تفضلت ذكرتي، قلتي البلسمك وفي العسل وفي ناس تحط دبس الرمان، في ناس تحط خل وليمون وغيره من الاشياء. في صوصات جاهزه بعد. صح، في صوصات جاهزه. انت شلون تقررين هذه السلطه هاي السوس المناسب معها؟ هل في تجارب قبل ولا انت يعني ما شاء الله بحكم خبرتك اتخيل الطعام ولما اجربه على صوب اشوف انه ضابط نفع. اي اقدمه للجماعه. تاخذين راي مين في البيت؟ يعني انت اكيد بتذوقين بتقولين والله حلو، بس والله في شخص معين بتقولين والله اخذ رايه هو اكيد معناته صح. انا ساكنه في بيت عمي، يعني في بيت زوج بيت ابو زوجي، فبالعاده لما نسوي طبق لازم اطرش للجيران. بيت حماي، بيت عمي تحت. أيوة. فما شاء الله دائما يشجعوني ودائما يقولون رايهم، فلما يقولون مضبوط يعني خلاص تأكدتي انه مضبوط. اي ونروح عليه. احنا اكيد بناكل السلطه، بس خلونا نطلع فاصل مشاهدينا ونذوق السلطه ونرجع لكم مره ثانيه في صيف البحرين.
عودة مشاهدينا، أطلقت الجمعية الإسلامية حملة أضاحيكم عيدهم بالتزامن مع دخول شهر ذي الحجة، حيث يمكن حجز الأضحية مسبقا بشكل إلكتروني وسط بيئة آمنة وفق اشتراطات صحية. الحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستوديو رئيس العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الإسلامية عبد الله حاجي. صباح الخير، رحب فيك اليوم. صباح النور والسرور، يا مرحبا فيكم. صباح اليوم عليكم. الله يطول يا بعمل. هلا يا مرحبا فيك استاذ عبد الله. يعني استاذ عبد الله، اليوم موضوعنا حلو، يمكن كثير المشاهدين الحين بيستفيدون من هذه الفقرة، لكن في البداية ودي أسألك شلون خليتوا موضوع الأضحية يتوافق مع الظروف اللي يمر فيها العالم خلال هالفترة؟ احنا ولله الحمد في الجمعية الإسلامية نطلق سنوات عديدة من انطلاقة الجمعية في مشروع الأضاحي. احنا السنة او كل سنة نواكب اي مشروع نقوم فيه بظل الظروف الراهنة، في ظل يعني الامور اللي نقوم في الاوضاع اللي نقوم فيها بشكل عام. احنا قبل كل سنة نبتدأ من بداية السنة الهجرية نحط سيناريوهات على الاحداث اللي راح تصير او المشاريع اللي راح تقوم اللي تنفذها الجمعية الإسلامية خلال العام الماضي، خلال العام الحاضر. فبالتالي احنا عندنا اكثر من طريقه واكثر من مشروع نقوم فيه في خلال هذه السنوات اللي احنا نقوم فيها في الجمعية. عبد الله، تقريبا مثل ما تكلمت انت ان انتم اقدم جمعيه تقريبا في مشروع الاضاحي وهي الامور، كلمني عن تاريخها في البدايه شلون بدت. احنا ولله الحمد، انا ما بقول اقدم، بقول اول جمعيه ولله الحمد نفذت مشروع الاضاحي في عام 1979، 40 سنه حاليا نفذت الجمعيه الاسلاميه سنويا تنفذ مشروع الاضاحي للاسر المتعففه والايتام وكبار السن. هذه المشروع اللي احنا ابتديناه تقريبا في عدد كلش قليل، حوالي يمكن 50 اضحيه، حاليا يوصل اكثر من 500 اضحيه في خلال سنة عن سنة تزيد بحكم الظروف مثلا اللي موجودة، بحكم الأسر اللي موجودة، بحكم الناس المستفيدة في خلال هذه السنوات اللي مر فيها من 79 لليوم هاي 40 سنة. ولله الحمد أطلقنا هذه المشروع وما شاء الله خلال 40 سنة متميزين طبعا في الأمور اللي تقدمونها في الجمعية. لكن أستاذ عبد الله، ودي أسألك أن نشوف عندكم فريق متخصص يمكن يواجه الأزمات، فريق يعمل طول الوقت يعني، لكن لو بنتكلم شنو هي الفئات اللي يعني تستوفونها من مشروع الأضحية؟ احنا ولله الحمد موظفين الجمعية الإسلامية بشكل عام والجهود اللي للأمانة يبذلون كل الجهود في مشروع الأضاحي بالتحديد أو المشاريع اللي تقيمها الجمعية الإسلامية، الشكر طبعا موصول لهم لجميع أو فرد فرد كل فئة أو لجنة مشاريع عليا تقيم على مشروع الأضاحي بالتحديد هذه السنة والسنوات اللي طافت. بالتالي الفئات المستفيدة أو اللي موجودة عندنا في الجمعية الإسلامية، عندنا طبعا فئة الأسر المتعففة وأسر الأيتام وأسر كبار السن والأسر أيضا اللي ودها أيضا بعد خلال مشروع الأضاحي أيضا حابة تأخذ جزء من هذه الأضحية، تقدم على الجمعية بحضور في الجمعية وتقدم بأوراق مستندات بسيطة ويتم تخصيص لها جزء من هذه الأضاحي ويتم الاستفادة فيها في خلال هذا المشروع. نعم. عبد الله، خلينا نتكلم شنو تغير عليكم في هذه الفترة، فترة جائحة كورونا الحين والأوضاع الحالية، أكيد في بعض التغييرات اللي صارت وتأثير على المشروع مالكم. والله للأمانة تغيرات وايد. كل مكان والله كل جهة صار عنها تغيرات. لكن ولله الحمد يعني إحنا كنا في بداية السنة أو من شهر 3 أو 4 تقريبا من قبل رمضان المبارك عدينا طريقة أن نواكب هذه الأزمة في ظل الظروف الراهنة اللي مر فيها العالم والبحرين بالتحديد، وأيضا القرارات اللي تطلع من لجنة تنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. إحنا كجمعية إسلامية خذينا كافة الشغلات الاحترازية، عندنا طبعا وزعنا الفئات على مراحل مختلفة بأيام مختلفة. نعم. بساعات مختلفة، بأوقات أيضا مختلفة، عساس ما يكون هناك ازدحام في أثناء استلام الأضحية. أوكي. وأيضا هناك فئات أو أشخاص متطوعين جاهزين يتم فحص أي واحد مرتاد على الجمعية في حال استلام الأضحية، وأيضا توفير لهم كافة الاحتياجات من ناحية كمامات وقفازات والأمور الطبية الاحترازية ليتم تخصيص للأسر اللي مقبلة على دخولها للأفرع الجمعية الإسلامية واستلام الأضاحي. وبالتالي احنا حددنا أنه ما يتجاوز 3 أشخاص في القاعة الرئيسية لاستلام الأضاحي بمختلف أفرع الجمعية. يعني الإسلامية ماخذين هذه التدابير الوقائية بعين الاعتبار. نعم. والطريقة الصحيحة اللي أكيد يعني تحفظون فيها سلامتكم وأكيد. نعم. سلامة. نعم. المترددين على الجمعية. لكن ودي أسألك أستاذ عبد الله عن كيف تتم آلية توزيع الأضحية، يعني هل هناك آلية متبعة، آلية يمكن تكون سهلة عليكم أيضا على اللي راح يستلم الأضحية؟ نعم، إحنا في السنوات اللي طافت كنا مخصصين مكان محدد يستلمون فيه الأسر بغض النظر
عبارة عن الأسر اللي موجودة سواء الأيتام ولا كبار السن ولا غيره، يجون يستلمون هذه الأضاحي في مكان مخصص وثابت. إحنا السنة وزعنا على أفرع الجمعية بمختلف أفرعها، ومثل ما ذكرنا بساعات مختلفة بفئات أيضا مختلفة، بكل ربع ساعة تقريبا نوع من أنواع الأسر سواء كانت المتعففة ولا الأيتام يجون يستلمون هذه، وما يكون أيضا فيها حضور بشكل كبير في القاعة نفسها. وأيضا أطلقنا خدمات أن الجمعية عندها الخط الساخن التابع فيها لأي أسر من كبار السن عدم استطاعت الحضور للجمعية، اتصال على الخط الساخن والجمعية والله الحمد توصل للأسر الأيتام أو أسر كبار السن أو غيرهم اللي ما عندهم استطاعة أن يجون في ظل هذه الظروف الراهنة اللي احنا نمر فيها بالتحديد. يعني أكيد جرب العيد. أي والله. ويمكن خلنا نتكلم يمكن على المستفيدين عبد الله في هذه الفترة تقريبي مثلا كم من احنا احنا والله الحمد في هذه السنة هدفنا أكثر من 2500 أسرة إن شاء الله بمختلف أنواعها. السنوات اللي طافت كانت يمكن 2000 ولا 1800 ولا 1500، السنة بحكم تزيد بحكم عدد الأسر الفقيرة صحيح. والمتعففة اللي موجودة في البحرين، وأيضا هناك أسر كثيرة بس يمكن ما حد عنده خبر عنها، لكن إحنا والله الحمد بقدر استطاعتنا بجنود المجهول اللي أنا أعتبرهم للأمانة في الجمعية يبحثون عن هذه الأسر ويقدمون لهم قدر المستطاع من الاحتياجات اللي توفرها الجمعية. كنت بقول لك أن عملية البحث في هذا الموضوع أكيد يتطلب مجهود. أنك تبحث في 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 بعض الناس يمكن ما تقدرون او ما يوصلون لكم. فانتم دوركم ان توصلون لهم بعد. اكيد بالتحديد احنا عندنا والله الحمد افرق او افرق من رجال او نساء باحثين يبحثون في المجال الاجتماعي، يبحثون عن حالات الأسر، يبحثون عن أيضا حتى المعارف اللي خلنا نقولها بشكل عام. يعني يمكن أن أنا ساكن في مكان وعندي مثلا أسرة متعففة قريبة مني، لا والله أنا أحث الجمعية مثلا ترى موجودة أسرة متعففة يمكن أن أنا أركز عليها وأقدم لها بعض من المعونات اللي يعني احنا اللي دائما احنا نعرفه عن جمعيتكم عبد الله ان انتم دائما تبادرون ان انتم تروحون تبحثون عن الاسر وعن الاشخاص اللي فعلا محتاجين، فيعني تشكرون على هذه الخدمات اللي تقدمونها اللي فعلا تخدم المجتمع وتخدم هذه الاسر، فاكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا عبد الله حاجي. شكرا لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك. طبعا مشاهدينا راح نروح فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا في صيف البحرين. رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل، وقضاء الوقت في المطبخ متعة، وطهي الوصفات السهلة والمبتكرة تساعد الأطفال على خلق علاقة إيجابية بجميع أنواع الأطعمة المختلفة بما في ذلك طبعا الفواكه والخضروات، يعني كما تساعدهم على تنمية مهارات الطهي الأساسية اللي بتمكنهم من استخدامها لبقية حياتهم حتى نقضي وقت ممتع في المطبخ مع الأطفال. يسعدنا انضمام كوثر جاسم خبيرة في فن تشكيل الطعام حتى نتعلم منها طريقة جديدة لصنع طبق جديد. صباحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك كوثر. يا هلا. في البداية كوثر، يعني احنا اليوم اتوقع بيستانس الكابتن خالد بستقي لانه هو يحب اكل الدايت ودائما ينصح الناس بالتمارين واكل الدايت. اليوم سلطات، قبل كان في سلطات واليوم فواكه واشياء صحية وفيتامين، فكلميني عن هذه الموضوع. وشفت سيارة هني، أنا أتذكر وقفت سباقات لأنه يعني ما كان عندي سيارة ودعم ما في، بس هكذا السيارة موجودة نقدر نسابق فيها. نحفزك على أساس ترجع سباق السيارات. طبعاً وصفتنا لهذا اليوم وصفة سهلة ولذيذة وممتعة، ويقدر أي طفل بمساعدة الأم أنه يسويها. هي عبارة عن شلون نصنع سيارة صحية ولذيذة من الخضار أو الفواكه أو الخبز. فمنكون نحتاج في هذه الوصفة إلى الخبز أو الروتي اللي يكون بهذا الشكل. راح نحتاج أيضاً إلى أعواد، بس طبعاً هاي بمساعدة الأم، بالإضافة إلى الخضروات. طبعاً السيارة ما راح تمشي من غير عجلات، فاخترت أني هنا عندي الخيار ويا الجزر. طبعاً في البداية الروتي راح افتحه من النص هنا
تحشينه بشيء هذه فرصة حق الأم أنها تحشي السيارة بأي شيء الطفل يمكن ما يرغب صح لأنه إذا بيشوف الشكل بيتشجع أنه يأكل الأشياء اللي يمكن مو متعود يأكلها شوف مجرد بس بهالحركة سهلة جدا الله واستوت انزين فحين نركب التواير العجلات اي التواير اهم شيء لان ما تمشي السياره بدون لا نوعيتهم زينه حلو انزين هاي اول تاير اول عجله الموضوع سهل يعني كوثر جدا والمكونات موجوده في كل بيت والام تقدر تسوي هالشغله مع الطفل يعني هو يتعلم في النهايه ويمكن يستمتع ويشجع انه ياكل الاشياء اللي هو ما ياكلها صحيح لا ومو شرط إنه بعد حتى الأم أو الطفل إذا كانوا الأمهات والأطفال يتابعون الحين مو شرط يتقيدون حتى بالمكونات الموجودة عندنا هني يقدرون يبدعون سيارة طيارة أي شيء يستخدمون الفواكه الخضروات أي شيء موجود في المنزل يعني أو في الثلاجة بس أنت مركزة على السيارات يعني كل شيء سيارات أشوف سيارات لأن اليوم ثيم السيارات أوكي ثيم سيارات اليوم ثيم السيارات بس تقدرين تسوين ثيمات ثانية مختلفة أكيد أكيد يمكن في الحلقة السابقة كاثر سويت لنا طاووس صح أي طاووس أي كان الطاووس تذكر اللي صفيته وياها وأنا جبت العيد كنا بس سلام الله أشوى الحمد لله إنزين فهاي استوت عندنا سيارة بشكل بسيط وحليو نقدر هني نحشيه طبعا انا هني اخترت عندي حشوه لبنه بس لونها ازرق شنو ضفتي حطيت فيها لون غذائي على اساس انه حتى الطفل لما يشوفها يستانس الالوان باللون. صح الالوان لها دور فحشيناها هني نقطع الجزر على هالشكل مثلا نقدر حتى بشكل دائري عادي وهذه طبعا انت الحين حطيتها على شكل قلب في قطاعه مختصه حق في قطاعات بهالشكل او حتى اذا ما في قطاعات الام تقدر تقطع حق الطفل بشكل مثلثات اشكال هندسيه على قولتهم الجود بالموجود صح وهذه الطماط زين الطماط ونحط زيتونه الزيتون الله هاي استوت عندنا سياره والله جدا بسرعه بسرعه سهله لا ومو بس كذي تمشي بعد تمشي يعني الطفل لما يسويها راح يستانس بصنعها وتناولها في نفس الوقت نقدر بعد نسوي اللي هو مثلا هاي باستخدام الخبز نقدر نسويها باستخدام الخيار فبيكون يعني اي طفل راح يتقدم الى الخضار بهذه الطريقه راح يتشجع انه ياكل يعني هذه فورمولا 1 الخياره والثانيه سياره يعني زين وهاي استخدام الفاكهه فيعني نقدر نستخدم مكونات كثيره اي شيء موجود عندنا في المنزل مجرد نقدر نسوي هيكل حق سياره عجلات باشكال دائريه نشجع الطفل انه ياكل اكل صحي ومناسبه هذه حق حتى حفلات اعياد الميلاد يعني كثر انا لاحظت انت سويتي بالروتي وسويتي بالخضره وسويتي بالفواكه أيوة. يعني باي شيء ممكن نستعمل هاي الاشكال ونطبقها في البيت انا بتكلم عن اللي هناك اللي عجبني اللي فيه فواكه أيوة. وحاطه عليه يمكن العيون كلميني شلون سويتي ذي الطبق شنو المكونات هاي طبعا هاي هيكل مال جحه فأني استغليته أمس أكلناها طبعاً بالعافية بالعافية فاستغليتها أن أسويها سيارة هاي جريب فروت الفواكه هاي دائماً أشجع الأمهات أن يعني مثلاً خصوصاً الفواكه اللي تتقشر أو كذي هاي مجرد تطبعين العيون الأشكال وتلصقين يعني عليها فيعني على طول بيختار هالطفل يعني حتى الطفل مستحيل أنه يقاوم هذا صح حتى انتم مستحيل اي والله لانه كانها يعني سله فواكه من وسط البيت في وسط اليوم يمكن انه يستفيدون منها العيله وتشجع الطفل انه هو ياكل فحتى حق من المدرسه مثلا حق السناكات بتكون جدا ممتازه وحلوه يعني حفلات اعياد الميلاد بعد واجد اشدد على الطلب عليه يمكن الحين كثر مع هبه بالبوكسات اللي هيك البوكس جاهز وفيه الفواكه تكون مشكله جربتي تتجهين حق هذه النوع من الامور ولا حاليا لا يعني ما جربت اني اتجه هاي بس يمكن مستقبلا انه يكون عندي منتجات خاصه حق الاطفال بحيث تكون يعني صحية ومفيدة وفي نفس الوقت إنها تساعد الطفل على إطلاق خيال الإبداع. صح. شلون كوثر يعني تحسين بموضوع ردة فعل الأطفال وقت أنتي تسوين أكيد تسوين حق مثل ما تقول أعياد ميلاد هاي الأمور الحفلات الصغيرة شلون تشوفين ردة فعلهم مقارنة بشيء تسوين شيء عادي؟
جدا جدا جميلة، ما في مقارنة بالمرة. أساسا أن الأطفال يعني يبهروني، هم يعني يخلقون أشكالهم الخاصة فيهم. يعني مثلا يمكن الحين أني سويت بهالأشكال الثلاثة، لما أشتغل مع الأطفال لا أكتشف أنهم لا يروحون يأخذون أشياء ثانية، يشكلون، عندهم إبداعاتهم الخاصة. جدا جدا جدا، من كذي أقول أن هاي النوع من الفن جدا مفيد للطفل، بحيث أنه يساعده على التفكير خارج الصندوق المعتاد. حلو. يمكن كثر كثير من الأمهات يقولون إحنا نحاول والله نأكل ولدنا أكل صحي، نحاول نأكل عيالنا أكلات صحية، بس ما ياكلون. اتوقع لما يشوفون هذا النوع من الاكلات اللي تكون مزينه بطريقه صحيه وبطريقه يعني كلها غذائيه، ما في شيء يمكن تستعملينه ما يكون من الاطعمه الغذائيه، فيتشجع الطفل انه ياكل ويدخل المطبخ مع الام. الام بعد اليوم نقطه يمكن اساسيه حمد، انه دخل الياهل معاها المطبخ عشان يستفيد يتعلم. الياهل دائما عنده هذه المتعه، انه هو لما يشتغل على شيء يمكن يبي يجربه، يبي هو يسويه، يبي هو اللي ياكله، يكون عنده ثقه بنفسه اكثر لما يصنع طبقه بنفسه. صح. بس كوثر ما حاولتي تسوين دورات مثلا حق مثلا يمكن اولياء الامور عشان يطبقون هذا الشيء في البيت؟ بلا، عندي قدم دورات متعدده مع الاطفال استمتعت فيها، واتمنى انها تعود بعد الفتره الحاليه بعد ازمه. حاولتي من طريق السوشيال ميديا يمكن؟ اي اكيد السوشيال ميديا الحين استخدم حسابي على الانستغرام، انستغرام لايف مثلا شغاله ترى انستغرام لايف بالاضافه الى معذر شغاله الناس لايف لان اقدم الوصفات اللي تخدم الام والطفل، بحيث انها تكون الوصفات في متناول يدهم سهله وبسيطه وحليوه. بالاضافه الى ان اشجع كل الامهات ان لو بغوا اي شيء يتواصلون وياي مثلا، او ان حق اي مساعده او استفسار. كثر خلينا نتكلم عن الفلفل البارد. انا واحدة يمكن من الاشخاص اللي ما اكل الفلفل البارد، فبس اذا الحين شفته بهالشكل يمكن انا اصير نفس الياهل، يشجعني ذي الموضوع ان اكله. يعني هاي الفلفل، هاي الحركه حلوه مثلا حق الاطفال، لان الاطفال ايضا ما ياكلون، بما يعني ان انت تحملين روح طفله. انزين، فهذه الفكره كلش جميله، نقدر نحط في الصوصات ايضا تغميسات، فبتكون كلش حلوه ولذيذه حق الاطفال. انصحش تجربينها. شنو نوع التغميسات اللي ممكن يعني تصير حلوه مع الفلفل عشان انا اشجع اكلها في النهايه؟ التغميسات تغميسه اللبنه، يعني هذه اللي عندي الحين اللبنه هاي، هاي كلها تقدرين تستخدمينها كحشوات او كتغميسات. بالاضافه الى الزبادي، بالإضافة إلى أنواع الأجبان. أنا دائما أحب اللبنة والأجبان والزبادي، واجد أحبهم في التغميسات بعيدا عن أي مكونات إضافية عالية السعرات. حلو حلو. يمكن أنا أكثر بتجي حق مثلا الدياي، أحط يعني كساندويتش في النهاية. صح. يعني الدياي المشوي، شنو آراء الناس؟ يمكن أحد في أحد أعطاك مثلا راية واقتنعتي فيه وطبقتي؟ طبعا هاي يعتمد على كل واحد وذوقه في الاكل، يعني مثلا كل عائله او كل طفل، كل شخص يكون عنده اتجاهه المعين. يعني مثلا الحين ايمان ما تاكل الفلفل، فتقدر تستبدله بشيء ثاني. مثلا تحب تاكل الدجاج المشوي، تقدر تستبدله. انا احب اللبنه فاقدر استخدمه. طفل ثاني مثلا يمكن ما يحب ولا شيء، بس يقدر ياكل مثلا الخضار بيور. فبهالطريقه ودي أسألك شوية أكثر عن الألوان. يعني أنا يمكن اللي لفت انتباهي ألوان اللي استعملتيها في خلطة يمكن اللبنة، صح؟ أي. الألوان هذه موجودة، الكل يقدر يحصلها؟ أي موجودة، وتكون طبيعية صح؟ يعني طبيعي. مثلاً حق هاللون نقدر نستخدم الشمندر. حلو. حق اللون الأصفر مثلاً نقدر نستخدم الخردل نضيفة إليه، ولا الكركم. اللون الأخضر نقدر نستخدم مثلاً البقدونس، بالإضافة إلى نمزجه مع لون غذائي. بس فعلي. يبين طعم الأشياء المخلوطة ولا يبين أبداً. طعم اللبنة بس؟ لا أبداً، مجرد لون. حلو. إلا إذا كان شمندر مثلاً أو مأكولات طبيعية راح تبين بدرجة معينة. حلو والله، حبيت بجربها في البيت. صح، حلوه الالوان. بس يمكن ليش كلمتك على موضوع الدياي، لانه ما شاء الله انت تقريبا اللي تسوينه كله صحي، فيتامينز موجود، الفيتامينات اللي يحتاجها الجسم من سواء الخضره او الفواكه، بس ناقص البروتين. صح. ما فكرتي تدخلين هاي البروتين؟ لا بالعكس، يعني انا اشجع انه مثلا الحين ليش يوم سويت اللي هي قطعت الساندويتش هني، هاي في مجال حق اي احد يحط اي حشوه يبيها. يعني بتكون مثلا بالبيض
خيار ممتاز حق الإفطار حق الأطفال. صباحي يكون. نقدر نقطع مثلاً البرجرز إلى قطع صغار أو الدجاج ونحشي فيها. يعني هاي في خيار حق الحشوات بأشكال متنوعة يعني، ولا يهمك المرة الجاية بروتين. خلاص ما بتزعلك كوثر بضبطك بالبروتين. كوثر ودي أسألك، لما حد مثلاً يتصلك ويطلب منك كمية حق حفلات أعياد الميلاد أو حتى يمكن حق الحضانات وبعض الروضات، هل تجهزين الأكل قبلها فترة ولا يمكن قبل ما تودين الأكل بساعات بسيطة؟ لأن إحنا نعرف إن الأكل يمكن مع الحرارة ومع ذي يمكن يخترب أو يتغير لونه بالذات. صحيح الموز. صحيح. يعني في هالأمور دائما أفضل إنه يكون على قول فريش. يعني يمكن مثلا يمكن من الليل مثلا أخلط خلطة اللبنة مثلا، بينما تقطيع الخضروات والفواكه أو تجهيز الساندويتش لا، هاي لازم يتم قبل التقديم مثلاً على أو قبل أسوي الديليفري قبل بساعة أو ساعتين. يعني تحرصين على أنك تسوينه فرش يكون لأنه أول جداً بأول. حساس بالضبط، لأنه أكل في النهاية وما تعرفين هناك بعد متى راح يأكلونه، فلازم يكون فرش أكثر. بالضبط. اليوم تعلمنا يعني طريقة عمل السيارات، أنا والله بجربها في البيت لأن كل المكونات عندي ما عدا اللون، بسأل اليوم الوالدة إذا كانت تتابعني تجهز لي الألوان من الحين. يعطيك العافية كوثر، كل الشكر لك على هذه الفقرة. شكرا لك. يعني اليوم مشاهدينا بنطلع حق تقرير، هذا التقرير بنتعرف فيه على السر من أسرار التعامل مع الخيول. خلونا نتابع هالتقرير وراجعين لكم. أول شيء من يعني الفارس المدرسة، أول شيء نأخذ معلومات عن شلون هو، هل عنده خبرة في ركوب الخيل، هل هو راكب من قبل، هل هو عنده أي خلفية. عقب نشوف الرايدنج جيرز اللباس كامل، هل هو لابسه بالطريقة الصح. عقب نبتدي نعطي معلومات شلون يمشي بالأحصان بالطريقة الصح، شلون نشيك معدات ركوب الخيل. عقب نبتدي نعلمه شلون يمشي بالطريقه الصح مع الحصان. عقب ما نخلص من هاي نبتدي عقب في المرحله الثانيه نعلمه شلون يركب بالطريقه الصح. عندنا طريقتين في الماونتنج بلوك، في اذا مثلا كان نفس الماونتنج بلوك حق انه يحط ريله احسن حق هو راكب، او يقدر من الارض دايركت الفارس يركب فوق الحصان. من الافضل الفارس اذا مبتدئ يكون ويا مدرب يساعده حق السيفتي ريزون. وعقب نبتدي نعلمه مثلا عندنا بالووك شلون يجلس بالطريقه الصح في الووك، هي المشي، عقب التروت، وعقب الكانتر. ونفس الشيء انه لازم الفارس يكون يعتمد 60% على الوزن وعقب 30% على الريل واليد، انه ما يكون الفارس يعتمد على اليد. عامه الفارس من يبتدي اول ما يركب الحصان يعتمد على ايده، وهذه من الاشياء الغلط. ومن شيء نعلمه انه يفتح ايده وياخذ يكون ريلاكس فوق الحصان. بعدين نعلم الفارس شلون ينزل بالطريقه الصح، لازم يمسك مثلا رينز باليد اليسار، يمسك يكون رينز ويحط يد اليمين فوق السرج، اوكي، وينزل بالطريقه الصح. ينزل لازم يطلع ريلينه من الاسترابس وهو نازل. بعدين نعلم شلون يرفع الاسترابس فوق، لان الاسترابس من الاشياء المهمه انه ما تكون نازله من السرج والحصان اذا بيروح حق التمرين. طالع احنا كمدربين اول شيء لباس الفارس، هل لابس الخوذة بالطريقة الصح، القفاز والبوت الفول بوت. الحين بنشرح لكم شلون تمشي الفارس الحصان بطريقة الحصان. اول شيء انت يودي الحصان، يودي تو رينز، اوكي، تمشي في الشولدر، تمشي وياه شيء، اوكي. من المهم نخلي اول شيء الفارس ونعطيها الحصان قبل نعلمها شلون تمسك الحصان بالطريقه الصح. لازم تكون بيد اليمين وتمشي في برد الحصان، اوكي. تقدرين تعطينها تشرحين لها شلون تيود عن الحصان تمسح عليه. امشي امشي اسرع شوي، هي في برد الحصان، ما تروحين قدام الحصان، اوكي. تعالي يسار، اوكي، وقفي الحصان، اوكي. من المهم الحين
مسكين الرينز بالطريقه الصح، اوكي. واذا تمشين ويا الحصان، اوكي، لازم ما تطلعين الحصان، تطلعين وين بتروحين، تخلين الحصان يروح قدامك، اوكي، تمشين وياه انت في البر، ما تلفين الحصان عليك بهاي الطريقه، هاي غلط، لازم عكس. اوكي يلا حاولي عشان تشوفين روحك، امشي بالحصان شوي شوي. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد تقرير الخيول، اللي كل ما رحنا نتعلم شغلة جديدة في مجال عالم الخيل والفروسية. طبعا مشاهدينا مثل ما نعرف أن اختتمت مؤسسة إنجاز البحرين النسخة 12 من المسابقة السنوية لرواد الأعمال الشباب، وحصل فريق جامعة المملكة ملقى جائزة أفضل شركة لفئة الجامعات. أكيد، ويسعدنا اليوم أن يكون معنا عايشة تاج السر رئيس تنفيذي لتطبيق ملقى، ونورة عبيد مدير المبيعات. صباح الخير، شلونكم اليوم؟ اهلين، شلونكم؟ ملقم يعني شو اقول لك، معلمين هالفتره. اي ما شاء الله، منورينا دائما بانجازاتهم. انجازاتهم واضحه اللي يقدمونها دائما، يمكن حتى على المنصه. صح. في البدايه خلينا نتكلم معاك، خلينا نتكلم عن هذه اللي سويتوها هالفتره. شنو اللي سويتوه في خلال هالفتره؟ أيوة. عبر منصه طبعا ملقى. طبعا من بعد فوزنا بجائزة افضل جائزة Best Company of the Year، بدينا ما وقفنا الشغل، بالعكس بدينا يعني نشتغل اكثر، وحابين ان نوسع يعني توسعون من هذه المنصة ومن الخدمات اللي تقدمونها من خلال هذه المنصة. يعني لو بسألك عايشة، هل توقعت ان تفوزون في لقب افضل شركة لهذا العام، خصوصا ان ما شاء الله يعني كثير من المشاريع كانت مشاركة معاكم خلال هذه المسابقة؟ اي نعم، طبعا ايموننا التوم ولله الحمد، وجهودنا اللي بذلناها طول 9 شهور اللي طافت، كنا نشتغل بجد واجتهاد، والهدف بعد من المسابقة أو الهدف من المشروع مولنا أن إحنا نبني ثقافة جديدة، فهاي الشيء عطانا إصرار أكثر، وكنا مؤمنين صراحة أن إن شاء الله يعني نفوز، ولله الحمد يعني أنتجنا ثمار هاي الإيمان. حلو حلو، يعني ما شاء الله هم كانوا يعني مصرين أنهم يفوزون ويحصلون هذا اللقب في هذه المسابقة. خلينا نتكلم عن نبذة سريعة عن مشاركتكم فيها، يمكن عايشة تكلمي أنت بداية وعقبها. تمام. طبعا تجربتنا او مشاركتنا خلال هاي المسابقه اضافت الكثير لنا، يعني كل عضو من اعضاء الفريق طلعت عندنا مواهب، صقلت شخصياتنا. صحيح. اهم شيء طلعنا من منطقه الراحه اللي كنا احنا متعلمين عليها، وهاي احد اهداف المسابقه، ان يعلمون الشباب او حتى الطلاب ان شلون تطلعون من منطقه الراحه، شلون تدشون سوق العمل. فواجهنا وايد صعوبات، وحتى عرفنا شلون رائد الاعمال الحقيقي شلون صعوبات والتحديات اللي هو يواجهها، فعشنا الشيء يعني عشت التجربه نفسها. وهاي الشيء يعني خليني اجزم ان كل عضو من اعضاء فريق الملقى هي حين قادره تماما ان هي تدش سوق العمل وتكون بكفاءه من الخبره اللي اخذناها خلال هاي المشاركه، مشاركه المسابقه اللي بلا شك. صح كلامك عايشه، لكن بنتقل لك نور اكثر، يعني يمكن الكثير من الشركات تضررت خلال هذه الفتره مع يمكن كورونا، شلون يعني خلينا نقول منصه ملقى فادت هذه الشركات؟ طبعا مشاريع كثيره تاثرت مثل ما انت قلتي، في مشاريع صغيره وكبيره، فالشركات تقدر تستفيد بحيث انها هي توفر فرص عمل، بحيث ان تقدم شواغر او فتره محدده، فترة المطلوبه منهم مع التكلفه المطلوبه. يعني في شركات ناشئه كثيره بحيث انها ما تقدر توظف لفتره طويله، فتقدر تحدد الوقت والتكلفه اللي بغتها. حلو، يعني انتم حاولتوا تسوون هذه النقطه من خلال منصه ملقى. جميل. عايشه، شلون كانت تحضيراتكم تجهيزاتكم للمسابقه في البدايه؟ اكيد كانت مثل ما قلتي انت في كان صعوبات، شلون التجهيزات كانت وفريق العمل شلون اشتغل يعني مع بعض؟ صراحه كنا يد واحده،
يعني إذا أحد يعني كان مقصر في جزء قسمه فكنا كلنا ندارك ونشتغل في قسم واحد وإن إحنا كلنا نمثل هاي القسم. العمل الجماعي وايد مهم. طبعاً صعوبات بعد في وايد صعوبات واجهناها وأهمها كان الرفض أحياناً من بعض الشركات، ولكن والله الحمد يعني تغلبنا على هاي الشيء وبالعكس أعطانا قوة، وكل مرة حق شركة ترفضنا كنا نأخذ الرفض مولها ونحاولها كنقطة قوة عندكم. إيه جميل. يعني نورة أكيد هناك خطط تطويرية حابين تطورونها وضيفونها يمكن في منصة ملقى، كلمينا عن هذه الخطط للمستقبل شنو راح تكون؟ إحنا عندنا خطط كثيرة للأمانة، لكن أهمها أن إحنا نسهل تطبيق الملقى أو منصة الملقى بويب سايت أو الابليكيشن نفسه عشان المستخدمين يستخدمونه بأسهل الطرق الممكنة، ونفس الوقت عشان مستقبلاً اللي بيدش بيستخدم منصة الملقى ما يفكر أن منصة الملقى راح بس أقدم على خدمة أو أقبل خدمة معينة، لا راح يتعلمون يستفيدون في أشياء كثيرة، بس حابين نخليها مفاجأة إن شاء الله. حلو، إحنا ننتظر هذه المفاجأة. جميل إن أنتم تقدمون خدمة في النهاية أيضا تستفيدون من هذه الخدمة وتخلون كل اللي يمكن يشاركون في هذه المنصة تستفيد، فهذه خطوة جميلة طبعا. وايد خطوة جميلة. أكيد نشكركم عايشة ونورة، شكرا لتواجدكم اليوم، دائما أنتم نسمعكم ونسمع يعني خطواتكم. أكيد نفس ما قلتي فريق العمل أنتم كلكم مكملين بعض، كلكم فريق واحد، وإن شاء الله أكيد توصلون لأهدافكم اللي انتم حاطينها في 2020 كذي خلاص نشوفكم في كل مكان ان شاء الله. الله يوفقكم. شكرا لكم، شكرا على حضوركم. كذي وصلنا الى الختام ساعتنا وياكم مشاهدينا على الهواء، خلصنا يعني. خلصنا مرت الحلقه بسرعه، وايد بسرعه سوينا يمكن سلطه ناطرتنا والسياره اللي بتتسابق فيها ان شاء الله. بالضبط. اكيد مشاهدينا نشكر اكيد متابعتكم لنا خلال هذه الساعه الصباحيه، نلقاكم باكر في حلقه جديده، مواضيع جديده في حلقه نهايه الاسبوع. مع السلامه.